روسيا وجهت اتهامات خطيرة لأوكرانيا وقالت بأن القوات الأوكرانية استخدمت أسلحة محظورة دوليا ضد القوات الروسية وتحديدا في شرق أوكرانيا. هذه كلها جاءت بتفاصيل قادمة وثبتتها وكالة رويترز للأنباء عن طريق نقل مسألة صدرت وبيان صدر من لجنة التحقيق الحكومية الروسية يوم أمس الاثنين طبعا، والحديث هنا إلى شرق أوكرانيا وتحديدا في دانييتسك. الرواية التي جاءت من لجنة التحقيق الحكومية الروسية تتحدث عن جبهة باخموت تحديدا، وإذا ما توقفنا هنا لكي نطلع على هذه التفاصيل فهي تحدثت عن أن هذه الحادثة واستخدام هذه الأسلحة المحظورة هي قد جاءت هنا في القرب من مدينة باخموت وكذلك في سوليدار التي ترونها هنا تقريبا. الحديث هنا يأتي وقالت روسيا بصريح العبارة بأن جمهورية دانييتسك والسلطات هنا قالت بأن هنالك طائرات مسيرة أوكرانية كانت قد هاجمت هذه المنطقة وهاتين المنطقتين، وطبعا عند مهاجمتها قامت بتوجيه ضربات بالأسلحة الكيماوية بالقرب من هذه المناطق. لم يحددوا تحديدا أين هذه النقاط التي ضربوها بالضبط، ولكن هي بالقرب من سوليدار وبالقرب من باخ موت، وهذا الأمر طبعا كان موجها ضد القوات الروسية الموجودة هناك. وعلى ما يبدو بأن المقصود هنا بأن سرية فاغنر هي التي تعرضت لهذه الضربات بالأسلحة الكيماوية. وطبعا من ضمن هذا التقرير الذي صدر من هذه اللجنة بنفسها قالت بأنه تمت ملاحظة أن هنالك تدهور في صحة الجنود الروس هناك، وبأن هنالك علامات للتسمم غريبة وخطيرة ومميزة، وتوضح بأنهم تعرضوا نوعا ما إلى الضرب بالأسلحة الكيماوية. وبالتالي هنالك تحقيق قد فتح في هذه المسألة، ولكن في نفس الوقت ليس هنالك أي أدلة أو أولويات قد صدرت أساسا من قبل روسيا في ظل هذا الصدد لكي توضح هل فعلا استخدمت الأسلحة الكيماوية من قبل القوات الأوكرانية أم لا. هذه الأمور طبعا تأتي خطيرة للغاية، خاصة وأن في 48 ساعة الماضية كان هنالك أيضا تطورا خطيرا يأتي إلى العمق الروسي بهجوم بطائرة مسيرة تحدثت عنها The Drive و The Kiev Independent، والحديث هنا بأن كانت هنالك طائرة مسيرة تهاجم موسكو. ويجب أن ننتبه بأن الحديث والاتهام للأوكرانيين بأنهم استخدموا طائرات مسيرة وقاموا بالقصف بالأسلحة الكيماوية. وعلى هذا الأساس إذا ما توقفنا هنا طبعا فنحن سنلاحظ بأن هنالك نقاطا مهمة، هذه هي موسكو العاصمة الروسية المهمة للغاية، وبأن هنالك منطقة هنا كيلوغا تحديدا هي التي جاءت فيها هذه الحادثة والطائرة المسيرة. الحديث بأن كانت هنالك طائرة مسيرة واحدة في 5 فجرا في 48 ساعة الماضية بحسب تصريحات قادمة من الحاكم الموجود في هذه المدينة التي ذكرناها، قال بأن طائرة مسيرة قد جاءت إلى هذه المنطقة تحديدا وبعد ذلك فجأة انفجرت في السماء وسقطت هذه الطائرة المسيرة. لم يتحدث عن أن هنالك مثلا منظومات دفاعية قامت بإسقاط هذه الطائرة المسيرة. وأيضا أكد هذا الرجل وحاكم هذه المدينة قال بأن لم تكن هنالك إصابات، قتلى، جرحى، ولم تكن هنالك أي أضرار، ولكن التقارير تحدثت بأن هذه الطائرة المسيرة كانت تستهدف إحدى المنشآت العسكرية الموجودة القريبة من المنطقة طبعا بحسب الفحوصات وبحسب التحقيقات التي صدرت في هذا الصدد. المهم أن الطائرة المسيرة كانت قد وصلت إلى نقطة لا تبعد إلا ما يقرب 160 كيلومترا، وهذه تعتبر مسافة ليست بالبعيدة أبدا عن العاصمة الروسية موسكو. المشكلة هنا إذا تبين في هذه التفاصيل تحديدا، إذا ما تبين بأن هذه الطائرة المسيرة لسبب ما التحقيقات الموجودة في دانييتسك التي نتحدث عنها طبعا، إذا ما اتضح بأن هنالك استخداما للأسلحة الكيماوية ممكن أن يتضح هنا ويقولون بأن هذه الطائرة قد استخدمت فيها الأسلحة الكيماوية. وطبعا إذا ما ألقينا نظرة على طبيعة الانفجار الذي نقل وبحسب ما نقل من وسائل الإعلام الأوكرانية والروسية ستلاحظ أن الانفجار جاء بهذا الشكل عندما سقطت هذه
الطائرة إشلاء هذه الطائرة كما تلاحظونها بهذا الشكل. الخبراء أكدوا بأن هذه الطائرة هي من نوع TU-141 القديمة للغاية التي طورها الأوكران مؤخرا، وقاموا وبدأوا باستخدامها على العمق الروسي تحديدا على عدد من القواعد بدأوها منذ العام الماضي. والسؤال هنا كيف سقطت هذه الطائرة المسيرة؟ فعلا قد تكون بسبب أن هذه الطائرة نوعا ما قديمة وأن هنالك خللا فنيا وسقطت هذه الطائرة، ولكن في نفس الوقت قد يكون التفسير الأبرز في هذه المسألة هو أن هنالك تشويشا كما نلاحظ. اللون الأخضر هو تشويش على درجة، على أقل درجة، وهو تشويش موجود طبعا، GPS jamming، أي بما معنى تشويش على طائرة مسيرة أن تكون هنالك طبعا موجات راديوية أو موجات تأتي وكأنها نوعا ما تعترض الجي بي اس وتعترض الإشارة القادمة من القمر الصناعي، وبالتالي تختل الطائرة المسيرة، تفقد الهدف المتوجه له، تنقطع عن القمر الصناعي وتسقط. وبالتالي كما تلاحظون اللون الأخضر هو الأخف، وطبعا تشويش باللون الأصفر هو التشويش متوسط، والتشويش الأحمر الذي يأتي حول موسكو لحمايتها هو التشويش الأعلى على الإطلاق. هذه المنطقة التي تحدثنا عنها وهي كلوغا طبعا، وواضح جدا أن هنالك تشويش وإن كان بنسبة خفيفة أو قليلة نوعا ما، ولكن هنالك تشويش مكثف قد يفسر لماذا سقطت هذه الطائرة المسيرة. ولكن في ظل أن الطائرات المسيرة كما تحدثنا الاتهامات الروسية بأنها تم استخدام فيها الأسلحة الكيماوية قد يعني بأنهم فجأة سيتهمون ويضعون الاتهامات على هذه الطائرة بأن الرأس الحربي أو الرأس المتفجر لهذه الطائرة المسيرة تحمل أسلحة كيماوية واستخدمت في هذه الضربات. وطبعا هذه تأتي في توقيت مهم للغاية، خاصة وأن العام الماضي قد سمعنا كثيرا عن مسألة القنبلة القذرة. سمعنا كثيرا العام الماضي بأن الروس اتهموا طبعا الأوكرانيين وقالوا بأن الأوكرانيين يخططون لتفجير قنبلة قذرة وذلك ليتهمون بها روسيا، وبعدها يدخل الغرب من أجل مساعدة أوكرانيا في هذه الحرب وتندلع حرب عالمية ثالثة. وحاول الروس أن يتواصلوا في هذه المسألة مع الغرب، الغرب لم يقتنع بهذه القصة. الأوكرانيين قالوا لا، الروس هم يتحدثون بهذا الشكل لأنهم هم من يريدون أن يفجرون هذه القنبلة القذرة. وبالتالي هنا المشكلة الحقيقية بأننا في هذا التوقيت عندما نتحدث عن كل هذه الروايات، أسلحة كيماوية، قنبلة قذرة، ذخيرة كذلك حارقة محظورة دوليا كان الحديث عنها، الأوكران قالوا الروس استخدموها، إن في حالة أي انفجار الآن يحدث لأي قنبلة إن كانت قذرة أو كيماوية أو ذرية أو غيرها من هذه التفاصيل، فإننا سنكون أمام روايتين، هل الروس قاموا بهذا التفجير أم هل الأوكرانيين هم الذين قاموا بهذا التفجير. بالتالي الوضع خطر للغاية، وكما تحدثنا الوقت مهم للغاية، توقيت فتح هذه التحقيقات والحديث عن الأسلحة الكيماوية هو يأتي في ظل تفاصيل تحدثت عنها الاستخبارات الأوكرانية. ووزارة الدفاع الأوكرانية أكدوا أن بوتين الآن حشد نصف مليون جندي روسي ويهيئ للقيام بهجوم كبير سيأتي على أوكرانيا في 24 من هذا الشهر تحديدا، لأنه يصادف الذكرى السنوية لبدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا. بالإضافة أن نيوزويك أيضا أخذت تصريحات من الاستخبارات الأوكرانية وحتى وزارة الدفاع الأوكرانية التي قالت بأن هنالك دفعة من الطائرات المسيرة الإيرانية من نوع شاهد 136 ستصل إلى روسيا، خاصة وأن الشهر الماضي الاستخبارات ووزارة الدفاع الأوكرانية أيضا أكدت بأن 88% من الطائرات الإيرانية المسيرة التي تتواجد في روسيا قد فقدتها روسيا، 88% من خزين هذه الطائرات قد فقدتها تماما، وبالتالي هنالك دفعة جديدة قادمة. وعادة الدفعات تأتي من 250 بحسب ما نشرته النيوزويك من 250 طائرة إلى 300 طائرة. بالإضافة إلى ذلك يجب أن لا ننسى أن هنالك تواجدا للقوات الروسية والقوات البيلاروسية في بيلاروسيا، مناورات عسكرية مستمرة على الأرض وعلى الجو، يستعدون ويهددون تماما العاصمة الأوكرانية كييف بشكل خطير. وواحدة من الدلائل والأدلة بأن الأمر يأتي خطيرا من بيلاروسيا تجاه كييف هي أن هنالك مناورات أيضا من الجانب الأوكراني على الحدود البيلاروسية، وهي مناورات حديثة للغاية نشرت بهذا الشكل الذي ترونه للقوات الأوكرانية
التي بدأت أيضا في اليومين الماضيين عملية مناورات على الحدود مع بيلاروسيا استعدادا لهجوم قد يكون قادم في أي لحظة يهدد العاصمة الأوكرانية كييف ويضيع تماما كل الاستثمارات التي جاءت على المستوى البشري على المستوى العسكري على مستوى الأموال من الغرب، وتنتصر روسيا فجأة على جميع ما تمكنت إلى الدخول إلى كييف قادمة من بيلاروسيا. الأمر خطر للغاية، والأيام القادمة ستكون فيها الكثير من التفاصيل. أيضا الجيش الأوكراني يتدرب في هذه الصور التي نشرت اليوم في بريطانيا، فهنالك إشراف كندي في بريطانيا على التدريبات الخاصة بالجنود الأوكرانيين الذين ترونهم بهذه الطريقة وهم يتدربون هناك للاستعداد لهذه المعركة. هنالك استثمار غربي كبير في هذه المعركة، تحديدا النرويج على سبيل المثال قامت بعملية إعلان بأن سيكون هنالك مساعدات النرويجية للأوكرانيين بقيمة 7.3 مليار دولار للأوكرانيين على مدار 5 سنوات القادمة، وبأن 50% من 7.3 مليار ستذهب لمساعدة الأوكرانيين على مستوى المعدات العسكرية، وهذه إذا ما جمعناها مع دبابات أبرامز مع دبابات ليوبارد وكذلك الدبابات البريطانية غيرها من الأسلحة منظومة الباتريوت والمنظومات الأخرى التي من المفترض أن تدخل لأوكرانيا. نحن أمام دعم كبير للأوكرانيين للاستمرار بهذه الحرب بل الانتصار بهذه الحرب تحديدا على بوتين. ما هي الجائزة الكبرى بالنسبة للطرفين؟ ما هو الأمر الأهم لروسيا والأمر الأهم لأوكرانيا؟ أوكرانيا تريد الخلاص من كل القوات الروسية الموجودة هنا في اللون الأحمر، بل حتى استعادة شبه جزيرة القرم كما هم يتحدثون على المستوى الرسمي. الروس طبعا يريدون البقاء في هذه المناطق بل السيطرة على المناطق الزرقاء التي تقدمت فيها القوات الأوكرانية، وبالتالي محاولة استعادة إقليم خيرسون وزاباروجيا ودانيتسك ولوغانسك. دانيتسك تشهد معارك ضارية، وتحديدا نفس الجبهة التي تحدثنا عنها وهي جبهة باخموت، بأن هنالك أساسا ضربات كانت بالأسلحة الكيماوية كما تحدثت طبعا روسيا وبأنها تحقق بها من طائرات مسيرة أوكرانية في دانيتسك. هناك تطور كبير يأتي في باخموت بتقدم جديد روسي وتحديدا من سرية فاغنر وقوات فاغنر تأتي من الشمال وحتى على المستوى الجنوبي. إذا ما اتجهنا الآن إلى باخموت لنلقي نظرة على التفاصيل المهمة التي يجب أن ننتبه إليها مما يأتي هنا من زخم كبير روسي. هذه هي باخموت إلى شمالها تحديدا، ودعونا نركز على هذه النقطة المهمة للغاية التي تأتي فيها عدد من العلامات المهمة. كما تلاحظون المسألة تأتي في معركة كبيرة حول هذا الطريق الذي يمتد بهذا الشكل من سلوفيانسك قادمة مباشرة إلى شمال باخموت، وطبعا هي وهذا الطريق لديه امتداد مهم بهذا الشكل. القوات الروسية تحاول الضغط على هذا الطريق. الآن بالنسبة للأوكرانيين هم يتواجدون في برخيفكا على سبيل المثال، يتواجدون في هذه المرتفعات، لا زالوا يسيطرون على القرى الموجودة على هذا الطريق، أيضا موجودين في باراسكوفكيفكا وأيضا موجودين أيضا في كاراسناغورا، لا زالوا يسيطرون عليها وأيضا يسيطرون نوعا ما على هذه المنطقة، وبالتالي الأوكران متواجدين في هذه المنطقة في حقيقة الأمر. أما بالنسبة للقوات الروسية فهي تحيط هذه المنطقة، هي خطيرة تماما على هذه المنطقة. مثلا هنا في بيتغوردنا التي تلاحظونها يتواجدون أيضا وهم قد اقتحموا هذه المنطقة أيضا، وأيضا بالنسبة للقوات الروسية وما تمكنت وبالنسبة لسرية فاغنر تمكنت مؤخرا من الوصول إلى هذا المصنع واختراقه في كاراسناغورا بحسب طبعا الميليتري لاند وما نشر، وأيضا بأنهم متواجدين في هذه المنطقة يحاولون السيطرة على هذه المنطقة. ما هو جديد الآن بحسب ما نشره وما نشرته ميليتري لاند؟ إن هنالك استغلالا والتفافا على هذه المناطق المتواجدة فيها القوات الأوكرانية محاولين الاقتراب من هذه المنطقة وهي برخيفكا التي تحميها ويحميها لواء واحد فقط من القوات الأوكرانية، يحاولون السيطرة على هذه المنطقة من أجل فرض ضغط من خاصرة وضرب خاصرة باخموت بهذا الاتجاه. في ظل ضغط كبير أيضا يأتي من الشمال يأتي من الشرق ويأتي من جنوب باخموت، في نفس الوقت أن هنالك اختراقا مهما من منطقة هنا، منطقة ترونها بهذا الشكل وهي بلاغودنا، كانت قد سيطرت عليها طبعا القوات الروسية وقوات فاغنر تحديدا، وبدأوا الآن بعملية محاولات اختراقات لهذه المنطقة من أجل السيطرة على هذه المنطقة.
المنطقة المرتفعة، وبعد ذلك يستطيعون السيطرة على هذا الطريق وقطع أي إمدادات أوكرانية من الممكن أن تكون حاضرة لأي من هذه المناطق التي ترونها، وبالتالي يخنقون باخموت تماما. هذا الطريق باللون الأخضر هو الطريق الأخير لعملية الدعم التي تبحث عنها طبعا القوات الأوكرانية لحماية باخموت. الأهم عندما نلقي نظرة، هنالك مقطع لعملية المحاولات التي تأتي هنا بهذا الاتجاه من قوات فاغنر، قد نشر في 24 ساعة الماضية في كيفية أنهم تقدموا إلى هذه المنطقة. إذا ما اتجهنا الآن إلى الشاشة مباشرة لكي نلقي نظرة على طبيعة هذا التقدم الذي يأتي من فاغنر على مستوى خطوط الأشجار تحديدا المتجهة من بلاغوتنا مباشرة إلى هذا المرتفع المهم للغاية. سنلاحظ بهذا الشكل بأن هذه القوات تتحرك بهذه الطريقة. طبعا التصوير يتم من قبل الأوكرانيين تحديدا من طائرة مسيرة تراقبهم ترصدهم. لاحظ كيف هم يتقدمون، خطوط واضحة للغاية. فجأة طبعا يتعرضون لضربات، قاموا باشتباك واضح جدا، بدأوا يشتبكون مع الأوكرانيين، ولكن واضح بأنهم تعرضوا إلى ضربة بهذا الشكل. هنالك لقطات مهمة للغاية سنستغلها الآن في عملية تحديد الموقع، ودعونا نتجه للشاشة مرة أخرى لكي نؤكد مسألة عملية التقدم التي نتحدث عنها. بالتالي إذا ما نظرنا إلى هذه اللقطة ودعونا ننظر إلى المنطقة البعيدة التي تلاحظونها، وتحديدا المنطقة الجبلية البعيدة، سنلاحظ بأننا أمام هذه العلامات، ولنأخذ لونا يصلح في هذه المسألة وهذه الملاحظات. إذن سنلاحظ بأننا فعلا أمام مرتفع، أمام علامة مميزة خضراء، تبدو كأنها منطقة خضراء مميزة، وأيضا هذه المنطقة الخضراء أيضا مهمة للغاية، هي تأتي واضحة من اللقطات واللقطة السريعة التي جاءت من الضربات التي تعرضوا لها، وبالتالي نحن أمام علامات مهمة. كما تحدثنا نحن أمام مرتفع نوعا ما، منطقة مرتفعة، هذه المنطقة التي تحدثنا عنها المنطقة الخضراء، وهذه أيضا نقطة خضراء أخرى، وواضح جدا أن الضربة جاءت هنا، وهذه منطقة كما تحدثنا فيها خطوط للأشجار واضحة للغاية تمتد بهذا الشكل. هنالك امتداد لهذا الطريق على ما يبدو بمنطقة زراعية مزروعة، وبالتالي هي تأتي بهذا الشكل المربع التقريبي، بالتالي وكأنها تقاطع، وبعدها يأتي هذا المرتفع الذي نتحدث عنه، مع الانتباه بأننا أمام مرتفع آخر يبدو بأن هذه القوات كانت حاول الوصول إليه. إذن ما حاولنا، وإذا ما حاولنا الذهاب إلى القمر الصناعي الآن لكي نحدد هذه المنطقة، لنتجه قليلا إلى هذه المنطقة المزروعة تحديدا، وإذا ما اتجهنا إلى الشمال قليلا هنالك بعض المرتفعات، وتبدو وكأننا أمام نفس النقطتين إلى اليمين هنا وإلى الشمال هنا، يبدو بأننا أمام نفس العلامات التي لاحظناها الموجودة طبعا في هذا المرتفع. وبالتالي إذا ما حاولنا الانخفاض في هذه المنطقة في ظل أن هنالك نوعا من التقاطع أو هذه المنطقة المزروعة المميزة بهذا الشكل، سنلاحظ بأننا واضح جدا بأننا أمام نفس العلامات، هذه المنطقة التي تحدثنا عنها طبعا، هذا هو مرتفع، هذه المنطقة الأخرى والنقطة الأخرى المزروعة طبعا، وبالتالي واضح جدا بأننا فجأة أمام نفس العلامات، واضح بأن كل شيء متطابق بالنسبة لنا، وأيضا هذا هو المرتفع الواضح جدا الذي هو يعتبر نقطة مهمة، وهنا الضربة جاءت كما حددناها الآن، وبالتالي الآن كل شيء يتطابق من هذه الصور التي لاحظناها، تؤكد أن قوات فاغنر تحاول الوصول إلى أين؟ تحاول الوصول إلى هذا المرتفع الذي ترونه أمامكم، وذلك من أجل فرض سيطرة مهمة يبحثون عنها على هذا الطريق. هذا هو الطريق الذي يحاولون الوصول إليه، هذا هو الطريق الذي ترونه، وبالتالي نريد أن نتقدم، نسيطر هنا وننهي مسألة هذا الطريق، ونقطع كل شيء على القوات الأوكرانية الموجودة في هذه المنطقة. وهذه تأتي في ظل أيضا أن باخموت بنفسها تتعرض إلى ضغط، لاحظ كيف أن قوات فاغنر تعمل هنا. هنالك نقطتين مهمة في داخل باخموت، نقطتين أساسية تبحث القوات الأوكرانية عن حمايتها. النقطة الأولى التي تأتي طبعا إلى اليمين هنا، فهي المنطقة أو المبنى الحكومي الخاص بأوكرانيا. سقوط هذا المبنى سيعني ضربة كبيرة بالنسبة للقوات الأوكرانية، وأيضا محطة القطار هنا التي ترونها، وبالتالي وعلى هذا الأساس التحرك الروسي هنا وتحديدا من قوات فاغنر هو يأتي لأهداف مهمة للغاية. الروس طبعا يضغطون كما تحدثنا، وصلوا إلى هذه المنطقة ويضغطون بشكل كبير من شمال غرب المدينة. طبعا ليس هنالك التقدم الكثير الذي تحقق على مستوى الشرق، نوع من التوقف بالنسبة للقوات الروسية، ولكن أيضا هنالك ضغط كبير يأتي من هذا الاتجاه، يحاولون الوصول طبعا
إلى النقطة المهمة للغاية، ألا وهي المبنى الحكومي الذي تحدثنا عنه هنا، وأيضا يحاولون الوصول إلى نقطة أخرى ألا وهي نقطة محطة القطار المهمة للغاية. وبالتالي يبدو بأن القوات الأوكرانية ليس لديها الكثير في هذه المسألة، يبدو بأن عليها حماية هذه المنطقة والمبنى الحكومي واستغلال مسألة مهمة. يجب أن ينسحبوا في ظل هذا الضغط الذي يأتي من الجنوب طبعا، ويستغلون مسألة النهر الموجود هنا الذي تلاحظونه إن كان ليس واضحا سنحاول أن نوضحه لكم. وبالتالي يجب أن يبحثوا عن عملية إغلاق هذا النهر قدر الإمكان، إعطاء هذه المنطقة والأرض لقوات فاغنر تحديدا، ومحاولة استغلال الستة ألوية الموجودة هنا في هذه المنطقة المهمة في باخموت. ستة ألوية موجودة تحمي هذه المنطقة، يجب أن تستمر في عملية التواجد بهذا الشكل وأن تتجمع، لأن القوات الروسية بدأت شيئا فشيئا تجد طريقها لتحيط بهذه المنطقة، وبدأت باخموت تشعر بالاختناق، تتقطع أوصال هذه المدينة، وأصبحت هذه المعركة واحدة من المعارك المثيرة للغاية. وبالتالي الآن مع هذه المعركة الحديث عن استخدام لأسلحة كيماوية، هذا هو أخطر ما في المسألة، أخطر ما في القصة، أن الأسلحة الكيماوية عادت مرة أخرى لتظهر من جديد.